نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. معلش بعتذر بس النور كان قاطع يعني. ماشي يا شباب، برحب بيكم في المحاضرة رقم 12 من الجافا سيرفر فيسز. إن شاء الله المحاضرة الجاية هتكون آخر محاضرة اللي هنعرض فيها خطط المشاريع للناس اللي هتشارك في المشاريع، تمام؟ فعبال كده ما النت جيمز يرن فاحنا هنبص بس على المشروع ده الأول. الشير اشتغل ولا لأ؟ الشير اشتغل ولا لا؟ طيب معلش الشير اشتغل يا شباب. لا المفروض انه شغال، يعني هو قال لي سكسسفول. تمام بص تاني كده. تمام طيب بنقول كان في سؤال، انا هعرض يعني فكره عامه عن المشروع ازاي، فانا هوريكم نموذج من الكورس اللي فات كان في حد بعته لنا يعني على اساس تبصوا ازاي بيتعمل. يعني انا عايزه حاجه زي كده، يعني حاجه شبه كده. ده كان بيتكلم عن عيادات تغذيه، وهو عامل فيه يعني الهيراركي بتاع البروجكت هيمشي ازاي. طب هيدخل صفحه اساسيه، الصفحات اللي فيه يعني هو مقسمها، عنده اول صفحه ريجستريشن، عنده دايلي تايم، عنده نيو يوزر، تمام، واي دي دايناميك ولا ستاتيك، ماشي، كونتاكت اس او سيرفيس اباوت اس. طبعا هو دي تقسيمه البروجكت بتاعته، ممكن حضراتكم يكون كل واحد ليه تقسيمه مختلفه، بس انا عايزه حاجه بسيطه زي كده، يعني عرض بسيط للبروجكت. جه بعد كده بقى بدا يعمل ايه، يقسم البروجكت ده ايه، كل صفحه يقول لنا هيعمل فيها ايه بالظبط، تمام، كل صفحه ايه اللي هيعمله بالظبط. بس هو ده اللي انا محتاجه. الناس اللي هتعمل مشاريع انا عايز يقول لي المشروع اسمه ايه وايه الهيراركي بتاعه وماشي ازاي البروجكت بس، وبعدين يقول لي كل صفحه بتعمل ايه، يعني كل صفحه هتقدم ايه خدمه. طبعا يفضل ان تكون صفحات دايناميك، يعني بعض الصفحات يكون فيها شغل على الداتابيس. في مشاكل فيه؟ حد عاوز يسال في الجزئيه دي في حاجه؟ يا ريت الناس اللي عندها اسئله تقولها. مفيش اسئله في الجزئيه دي، تمام. يعني هو ده الستايل اللي احنا محتاجينه في البروجكت. كان حد طلبه مني وانا قلت هوريه لكم، فهرفعه لكم كمان على النت على المنتدى على اساس تبصوا عليه. طيب احنا النهارده بنكمل باقي الحاجات الخاصه بالبرايم فيسز، ودي اخر جزئيه فيها. وعندنا من ضمن الحاجات المهمه اللي هنلاقيها في البرايم فيسز هي السيمز، والسيمز دي اللي هي الالوانات، الالوان الخاصه بالصفحات وازاي اخلي الصفحه ليها الوان معينه. المثال ده من الكور سيرفلت وعرضه بطريقه حلوه جدا، فجايب لي يعني مثلا لو انا حبيت اعمل صفحتي بالالوان دي، انا عايزه اعمل صفحتي بالالوان دي هعملها ازاي. هو ده الاساسي. طبعا الصفحه دي عباره عن مجموعه صفحات متركبه، الاساس فيها هي عباره عن ايه. مين يقول لي الصفحه دي متركبه من ايه؟ الناس اللي حضرت، مش حد حاضر معانا قوي. طيب الصفحه دي عباره عن اكورديون، تمام، وفيها تابات، تاب دي هناخدها النهارده، وفيها كاليندر، فيها فورم، يعني هي مجموعه من الصفحات الديالوج، فيها كونفيرم ديالوج، حاجات كثيره جدا، تمام، يعني هو مركبها. الجزئية الأساسية بالنسبة لنا مش هي التركيبة دي، الجزئية الأساسية السيمز، يعني إيه السيمز؟ الألوان اللي محطوطة في الصفحة دي،
السيمز اللي هنا عملتها من خلال تاج اسمه سيمز، تمام. والتاج ده احنا هنبص عليه دلوقتي، هو موجود في ال XML، موجود في صفحة الويب XML. عملناه ازاي؟ هو عبارة عن جاب كونتكست بارامتر، تمام، وعطى بارامتر نيم وبارامتر فاليو، وقال له برايم فيسز دوت سيمز، اداله الصن اللي هو اللون المشمس ده. طب هو لو حب يغير اللون ده لاي لون تاني، في مجموعه كبيره جدا من السيمزات دي، ممكن يروح يجيب اي لون ويروح مغيره. يعني عندنا هنا هو جمع لنا السيمزات دي في صفحه هنا عشان هيعملها بطريقه مختلفه. سيمز تشويز اهي، دي كلها سيمزات، يعني ممكن ناخد اكتر لون ده ونطبقه عليه، بس هنحطه فين؟ في الويب اكس ام ال. بس نحفظ ونرن الصفحه من اول وجديد، هيجيب لنا لون مختلف. يبقى دي بنعملها ازاي؟ بنعملها عن طريق ان انا بحط ايه السيمز ده جوه، بحطه جوه الويب اكس ام ال. يا شباب الصفحة الأساسية اللي هيتطبق عليها السيمز هي الصفحة دي اللي احنا فيها دي. اهو كده انا غيرت السيمز عندي، بقت الافترنون، الالوان دي بتاعت الافترنون. غيرتها فين؟ غيرتها في الويب اكس ام ال، ما عملتش اي تغيير غير الاتي ويب اكس ام ال اهو، ان انا شلت الاسم ده من هنا. طب جبت اسم السيمز ده منين؟ جبته، هو حاطط لي مجموعه من السيمزات الكتيره الموجوده عندي في كلاس هنا، اساميها كلها موجوده، تمام. يعني ممكن اخد دارك من اي واحد فيهم، بحطه في الويب اكس ام ال بس، وهي بترن على طول كانه بارامتر نيم، ماشي. ده أول واحد. طب عندي واحد تاني، ده بقى عبارة عن سيمز بطريقة مختلفة. إزاي؟ إن أنا ممكن أختار السيمزات اللي أنا عاوزاها من هنا، يعني أنا ليا حق الاختيار. التاني عندي واحد بس اللي باخده بارامتر، لكن ده بختار من خلال إيه؟ سيلكت وان منيو كده، أختار السيمز اللي أنا عاوزاه وبيتطبق عندي. طب عاوزين نعرف هو عملها ازاي؟ هي نفس الصفحة تقريبا، بس الاختلاف الوحيد ان انا بختار هنا ايه السيمزات هنا. انا رحت فين؟ حد مركز؟ مركزين يا شباب؟ اكمل؟ لو مركزين واحد، تمام. طيب احنا عاوزين نشوف هو عمل السيمز ده ازاي، عمله ازاي بقى، تمام. وجه عمل ايه بقى؟ رايح جاب بي سيمز سويتشر، هو ده اللي بيخلي لي يبقى عندي سيمز سويتشر، تمام. وحط جواه سيلكت ايتم. سيلكت ايتم دي اللي هي هتجيب السيمزات كلها، هي اللي هي الجزئيه دي اللي بتعرض لي السيمزات. سيلكت ايتم اللي هتجيب لي الجزئيه دي. طب السيمزات دي الاساسيه جابها منين بقى؟ من خلال الجافا. تاني هقولها تاني الحته دي. يبقى هو جاب الاول سيمز سويتشر على اساس ان انا هغير في السيمزات. الاول ما كنتش هغير، فكان عندي في البارامتر. طب ده هحط فيه ايتم، تمام، هحط فيه ايتم ليبل، ايتم ليبل وايتم فاليو. ده في اول واحد كده انا عاوز اقول له تشوز سيمز. طب السيمزات كلها في كلاس اسمها سيمز تشوز دوت سيمز. فين بقى الكلاس دي؟ الكلاس دي اهي موجوده هنا. عمل ايه بقى في الكلاس؟ لو الناس اللي تابعت معانا الاوتو كومبليت عمل نفس الفكره بالظبط، اللي هي ايه؟ جمع كل السيمزات جوه الري اسمها بوسيبل سيمز، جمع كل السيمزات جوه البوسيبل سيمز، تمام. وبعدين راح رجع لي الاري دي، راح عمل لي ريتيرن للاري دي، بس كده. طيب الريتيرن دي اللي هي سماها جيت سيمز، هي اللي موجوده هنا اهي، سيمز تشويز دوت سيمز. طبعا احنا بنعمل دروب للجيت. طب نتيجه الجمله دي ايه؟ نتيجه الجمله دي هيجيب لي كل السيمزات دي،
طيب مين اللي هيبدل على السيمزات ويخليها تغير الصفحة؟ اللي هو سيمز سويتشر، تمام؟ بس أي واحد فيهم بقى هختاره هيجيب لي الألوان اللي انتوا شفتوها دي. طبعا في ناس كتيرة بتحب بنات، فدي حاجة من الحاجات المهمة. طيب حد فهم؟ حد فهم أنا قلت إيه؟ الدعم هو اللي فاهم. طب باقي الشباب، ما حدش من الناس اللي حاضرة معانا، على الأقل مايكل يعني أنا شفته قبل كده، محمد ما أعرفش محمد مين. حد حد عنده مشاكل ممكن نعيد تاني؟ يعني السيمزات سهلة ولا نعيدها تاني؟ هو ده السؤال لو سمحتوا. الدعم بس هما اللي بيجاوبوا الحقيقة يعني. يعني خلاص نكمل تاني على السريع. ماشي، أنا عاوزة بقى تقولي تاني على السريع، يا خلاص ما نكملش. طيب هقول، أنا بقول أنا بعمل إيه؟ الأساس عندي إن أنا عايزة الصفحة بتاعتي بالألوان. يعني إيه بالألوان؟ يعني أغير السيمز بتاعتها، تمام؟ طيب عندي طريقة من ضمن الطرق ان انا ممكن اديها كبارامتر فين؟ في الويب اكس ام ال. فبعمل ايه؟ بروح جايبه الكونتكست بارامتر جوه الويب ابلكيشن، وبحط له بارامتر نيم. احنا عارفين البارامتر دي اللي هي بترن اول حاجة، يعني اول حاجة هترن، تمام؟ وبقول له بارامتر فيس دوت سيمز، هو كده بيفهم ده اسم البارامتر. يعني بدي له الفاليو هنا اللي هي افتر نون مثلا. طب انا مش عاوزة افتر نون، نفترض فهو الكور سيرفر جاب لي مجموعه من كل السيمزات موجوده هنا، ممكن تاخد اي واحد فيهم وتحطه فين؟ في الويب اكس ام ال، وهترن. وانس ان انت حطيت كده وترن الصفحه دي، الصفحه دي هترن بالالوان دي على طول. يعني الصفحه دي هي هيبقى الوانها دي، تمام؟ طيب انا بقى مش عايزه الالوان دي، انا عايزه كل شويه اغير. طب عاوز تغير تعمل ايه؟ عاوزه الالوان تبقى موجوده عندي وانا كل شويه اغير الالوان دي. يعني عاوز اجي بكره اغير اللون ده، كل يوم عاوز سيمز مختلف. فبعمل ايه؟ الاول بجمع السيمزات دي كلها جوه سترنجايه، تمام؟ زي ما عمل في الاوتو كومبليت، جمعهم كلهم في سترنجايه، تمام؟ اهو كل السيمزات اللي في الدنيا عبارة عن اري. الاسترنجية دي عبارة عن ايه؟ عن اري. وبعدين قال لي الميثود اللي اسمها جيت سيمز دي بترتيرن البيسبل سيمز، هي اللي هترتيرن الايه؟ الاري. جميل؟ جينا بقى في السيمز دوت سيمز 2 دي عملت ايه؟ انا عايزاه يعرضها لي بشكل في الشكل اللي انتم شايفينه، اللي هو ايه؟ كده جوه لسه كده. فبعمل ايه؟ بحطها جوه سيلكت ايتم، اول عنصر فيها اللي هي كلمه سيلكت تشويز سيمز. بعد كده عشان اجيب الاري كلها بكتبها بالطريقه دي، بقول له سيلكت ايتمز، والفاليو بتاعتها هتيجي من سيمز تشويز. مين سيمز تشويز دي؟ اللي هي الكلاس. طب مين دوت سيمز؟ اللي هي الاري. بالطريقه دي هيجي لي كل السيمز اللي موجوده عنده اللي جوه الكلاس. طيب مين بقى اللي هيبدل بينهم ويطبق السيمز ده؟ حاجه سيمز تشويز سويتشر، سوري، سيمز سويتشر دي موجوده في البرايم فيس. بس هقول له بي نقطتين سيمز سويتشر، وهي اللي هتغير لي السيمز وتطبقها، هي اللي هتطبقها مين؟ على الصفحات. يبقى احنا المعلومه اللي احنا بنديها دلوقتي هي عن السيمز سويتشر، تمام؟ يا رب تكون الناس فهمت. اوكي تمام، هي الناس مشيت. طيب من ضمن الحاجات المهمة تاني اللي عايزين نتعرف عليها، في حاجات كتير المفروض هنتعرف عليها النهاردة تكملة للحاجات اللي قبل كده. عندنا برضو حاجة عن ال color beaker، واحنا خدناه قبل كده، بس برضو الكور سيرفر اتعرضه بطريقة حلوة. فبنقول يا جماعة الناس اللي عايزة تعلم المستوى التدريب ده وتبقى افضل فيه، تبص على الامثله اللي موجوده في الكورس سيرفلت وانا برفعها على المنتدى، يا ريت الناس تشوفها. طيب الكالر بيكر عمل ايه بقى؟ الكالر بيكر بدا يحط الكالر بيكر فور جراوند وباك جراوند من خلال بينا. يعني عمل ايه؟ عمل الاتي، عمل بينا عاديه اسمها كالر بريفرنس، تمام؟ بينا زي ما احنا بنعمل
بالطريقه العاديه. وبعدين عرف التو سترينجز، سترينجتين، واحده اسمها فور واحده اسمها باك، واعطاهم ديفولت فاليو. الديفولت دي اللي هي الالوان يعني دي اللي هتبقى ثابته عندي. بعدين عمل ليهم ستر وجيتر للاثنين، تمام. بس سيبوا الميثود دي، هي الميثود دي ميثود عاديه فورمات، يعني بيعمل لهم فورمات علشان يرجعهم. الميثود دي احنا مش يعني مش هي الصفحه اللي احنا بنرمي فيها. جينا هنا بقى، راح عمل ايه؟ جه في الكولر بيكر، قال له الفاليو بتاعتها انا عاوزها منين؟ من الكارب ريفرنس دوت فور جراوند. الكارب بيكر الثانيه عاوزها من الباك جراوند بس. ولما تضغط روح على شو سامبل، عاوزين نشوف الحوار ده ماشي ازاي. نشوف الفايل اهو، هو عندي هنا. اهو دول اللونين الثابتين اللي هو بيعرضهم، دول اللونين الثابتين اللي هم عاطينها له هنا كسترنجيه ثابته. دول هم اللونين الثابتين، الارقام دي هي اللونين الثابتين، ده وده، تمام. طب انا عملت ايه هنا بقى؟ جوه رحت جبتهم من خلال ايه؟ اهو راح جابهم من خلال الكلر بيكر. قلت له color preference dot forward color preference dot ground بس. يعني انا عملت لهم get من خلال الستر والجيتر، تمام. بس والاكشن بتاعته قلت له روح على شو سامبل. شو سامبل دي بتعرض لي ايه؟ بتعرض لي الصفحه الثانيه اللي هي اسمها شو colors، طباعه للالوان. هنا بحيث ان انت ما تدخل الصفحه دي هتلاقي الصفحه متلونه بالالوان دي، هتدوس كده تلاقي الالوان دي هي اللي شغاله على الصفحه دي. يبقى هو كده استخدم الكلر بيكر في ان هو ايه؟ يلون الصفحات الاخرى. يا رب تكون واصله. واصله ولا ايه؟ ولا الدنيا فين؟ ها شباب، واصله؟ واصله ولا عيدها تاني؟ يعني هو جامع جايب ديفولت، دول ديفولت، وبيقول لي من خلال الصفحه دي، من خلال الصفحه دي اعرضيهم، تمام. بعرضهم، هم موجودين كده، موجودين اللونين عندي. طب هم موجودين، بقول له طب في الحاله اعرضهم لي جوه مين بقى؟ دخلني على الشو سامبل. مين الشو سامبل؟ اللي هي بتعرض الصفحه دي بس. بخلي الالوان دي تجين، يعني عامله لها ستر وجيتر بحيث ان الالوان دي هي اللي تلون الصفحات. فدوست على الصفحه لقيتها اتلونت بالالوان دي. طيب الناحيه الثانيه بقى، الحته اللي بعدها على طول، عامل ايه؟ جاي بقى تحت وجا كلر بيكر برضو، قال له المود اللاين. يعني ايه المود؟ انها برضو في الكالندر انها تكون معروضه، الالوان تكون معروضه قدامي، علبه الالوان تكون معروضه، تمام. برضو عمل واحده للباك جراوند وواحده لايه؟ للفورورد بس. وخدهم، بعد ما خدهم بيروح للصفحه الثانيه وبيعرض الالوان. في الحالتين بيروح بيعرض الالوان. لما بدوس اي لون انا بختاره الاقي الصفحه اتلونت بنفس الالوان، لانه هو شغال ستر وجيتر، مجرد بس انه بياخد اللون وبيعرضه من خلال ايه؟ البيكر. وهكذا يعني. ممكن لو ما تقعدوا شويه تبصوا على المثال هتحسوا ان انتوا فهمتوه اكتر. في مشاكل يا شباب؟ اه فاهمينه يعني. طب الحمد لله. طيب نبص على الصفحه دي. الصفحه دي هي عباره عن الكابتشر. عارفين الكابتشر لما يجي يعمل ايه؟ يدخل لي حاجات معينه اللي هي الشكل ده، عارفينها؟ لو عارفينها اكتبوا واحد معلش بعد اذنكم. كلنا عارفينها، كل الناس عارفاها، ان انا لازم ادخل حروف معينه على اساس ان انا ادخل اجيب داتا معينه. احيانا بعض المواقع بتخليني لازم ادخل الحروف دي،
تمام. بس طب انا عاوزه اعمل حاجه زي في البروجكت بتاعي، اولا لازم تدخل على الموقع ده، هديه لكم على اساس تدخلوا عليه بعد اذن الدعم طبعا، الموقع ما فيهوش حاجه. هتدخلوا على الموقع ده، لما تدخلوا على الموقع ده لازم تسجلوا في الصفحه الاساسيه في الهوم، تمام. في الصفحه الاساسيه هتقول له انا عاوز ريكابتشر، وتقول له ساين اب، بس تكتب اي اسم هنا وتقول له انيبل كي. لما تقول له انيبل ذا كي هيديك 2 كي، واحد برايفت واحد بابليك. الدبل كي دول هتكتبهم هنا جوه الكونتكست بارامتر، ماشي. هتكتب الجملتين دول كده زي ما انا كاتباهم بالظبط، يعني تنقلهم، بس الفرق هتغير الكي اللي هيديهولك هنا والكي اللي هيديهولك هنا، هتحط البرايفت في البرايفت والبابليك في البابليك. لو ما عملتش كده الكابتشر دي مش هترن. طيب عشان تطبق الكابتشر عندك في الصفحه بتقول له بي كابتشر، وبتديها ليبل. الليبل ده اللي احنا عارفينه قبل كده، ان لما بتعمل بتدوس على تشيك فهيظهر لك هنا فاليديشن ايرور، انت ده الليبل اللي هو كابتشر، ده كلمه كابتشر. لو انت شلت الليبل ده هيحصل ايه؟ هيديك اسامي كده مش معروف، بتدي له اي دي لو انت هتستخدم الاي دي ده في حاجه، كلنا عرفنا قصه الاي دي، وبتدي له اللانجوج. ايه اللانجوج؟ يعني انا عاطيه له الاي ار، يعني اللغه العربيه، فبيقول لك اكتب كلمتين. طب انا عاوزاهم فرنساوي، لو اديت له اف ار هيديك الكلمتين دول فرنساوي، وهكذا بقى. يعني تخيل ان انت عطيتهم له اي حاجه في الدنيا، اهو دول فرنساوي. عطيتهم له انجليزي هيدي لك الكلمه انجليزي، اللي هي اكتب الكلمتين او ادخل الحرفين دول او كده، يعني شايفين هنا بالانجليزي تايب ذا تكست، هنا بالعربي اكتب الكلمتين، هنا بالفرنساوي وهنا بالانجليزي. اي لغه انت عايزها تاني بتكتب اول حرفين منها. وصلت ولا لا؟ انا هعيدها تاني عشان حاسه ان انا بشرح سريع، ما عارفه ليه يعني. طب نقول تاني، الغرض الاساسي من اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بيكون عندي حاجه اسمها كابتشر. يعني ايه كابتشر؟ فده. طب انا لو عاوز استخدم الشكل ده عندي، اولا بعمل حاجتين. اول حاجه بكتب بي كابتشر، ده موجود في الان فيت، بكتب له ليب عشان الفاليديشن، وبكتب له اي دي لو انا حابب، وبعمل له اللانجوج بتاعته. اللانجوج دي بكتب اول حرفين، تمام، اي ان اي اي ار اف ار على حسب، بيظهر لي بالشكل ده. في حاله انا عملت الاتي، لازم ادخل على الصفحه دي الموقع اللي انا كتبته لكم واكتب له كابتشر، تمام. اقول له اديني جيت ريكابتشر، بكتب له اسم هنا اي اسم، وبقول له انيبل، تمام، وبقول له كرييت كي. لما بقول له كرييت كي بيديني بقى بابليك كي وبرايفت كي، بابليك كي وبرايفت كي اللي فوق دول، باخد البابليك والبرايفت بدخلهم في الويب ام ال كده تحت الويب ابلكيشن على طول، كونتكست بارامتر، يعني بتاخدهم كوبي وبيست، وتقول له بارامتر نيم برايفت كابتشر كي، وتدي له الكي من هنا، وتدي له البرايفت، بعدين ترجع تقول له وخلاص بيقفل ايه الكونتكست، تبدا واحده جديده وترجع تقول له بابليك كابتشر كي، وبتدي له الكي الايه البابليك، تمام. لو عملت كده الدنيا هتمشي تمام ويجي لك الشكل ده، ما عملتش كده هتلاقي مطلع لك ايرور ويقول لك لا لازم تروح تجيب الكي. بس انت بقى بتدخل الكلمتين عادي، مفيش مشاكل في الدنيا، والمفروض ان احنا مش بيحصل اي حاجه غير ان هو خلاص بيدخلنا، يعني ان انت تدخل على الموقع او على المكان اللي انت هتروح له، يعني مش بنبقى اي حاجه، تمام. هو كده خلاص، كده بدرج على السريع. في حد عنده مشكلة؟
يعني لو ما حدش عنده مشكلة اكتب لي واحد، لو حد عنده مشكلة يكتب لي لا في مشكلة. كله تمام، كله تمام، دي معناه يعني طيب تمام ماشي. حد عايز اعيد؟ لو حد عاوزني اعيد انا ممكن اعيد تاني بكل سهولة، بس قولوا لي من دلوقتي. لو حد عاوز اعيد يقول لي من دلوقتي. طيب كده الكابتشر خلص، نشوف حاجة تانية. عندي حاجة اسمها confirmation table، يعني ايه سوري يعني ايه confirm table او dialog سوري. confirm dialog، لو انا عاوز اعمل الاتي ادوس هنا فيظهر لي confirmation زي كده، تيبل بالمنظر ده، مش تيبل سوري دايلوج بالمنظر، دايلوج زي المره اللي فاتت، لا عاوزه دايلوج في سند وفي كانسل وكده يعني. وفي حاله ان انا ادوس على سند يجيب لي رساله معينه، وفي حاله ان انا ادوس على كانسل يجيب لي رساله معينه. تاني انا عايزه تيبل اسمه confirmation سوري دايلوج. الكونفرميشن دايلوج ده هو عبارة عن دايلوج بيظهر لي بالمنظر ده، يا يعني إما أكد على المعلومة وأقول له سيند فيظهر لي مسج سيند، أو أدوس على كانسل يقول لي مسج كانسل. واصلة لحد كده؟ واصلة؟ طيب عشان أعمل الكونفرميشن دايلوج ده بعمل إيه؟ هو هنا عامل فورم عادية، الناس اللي حضرت معانا اكتر من مره عارفين الفورم دي ما فيهاش. الشغل بتاعنا الجديد بيبدا من هنا بقى، بقول له انا عاوزه كونفرميشن دايلوج في البي، كونفيرم دايلوج، دايلوج تمام. الهيدر هو الاسم ريفيو اند كونفيرم، فين الهيدر دي اللي هي اللي هنا اول حاجه ريفيو اند كونفيرم، دي الهيدر. بقول له اسمها ايه؟ طيب المسج very message blue then send or cancel، فين بقى المسج اللي هي هنا دي تمام. طيب دي عبارة عن الصورة inform اللي هي دي، شايفين العلامة دي inform، يعني دي عبارة عن السيرفيريتي، عبارة عن زي صورة كده. widget var ده الاس ايه بي بالبطن، widget var احنا خدناه قبل كده. وبعدين كده جواه اوتبوت تكست، اوتبوت تكست عاديه بيجيب رساله من الكونفرميشن دايلوج مسج، عاوزين نشوف الرساله دي عباره عن ايه. كونفرميشن لا يا البينا مسج بين سوري مسج بين. طيب المسج بين دي فيها ايه؟ فيها رسالة أنا عايزة منها ايه؟ عايزة المسج اللي بتقول confirm dialog message، confirm dialog، وعبارة عن كلها داتا عادية خالص، معرف variables getter و setter تمام. confirm dialog message اهي دي الميثود اللي هو شغال عليها. بس لو هي المسج دي فاضيه اعمل كذا ديفولت مسج، رجع لي المسج اللي فوق دي اللي هي رقم 2 ديفولت مسج 2 ميسنج مسج، هرجع له دي. ده في حاله ايه؟ ان انا ما كتبتش في الايديتور تمام. طب لو الادرس فاضي هيرجع لي ديفولت مسج ايميل 2، هقول له ان الايميل فاضي اللي هي المسج اللي فوق تمام. اهي ميسنج ميل ميثود عاديه ما فيهاش اي حاجه. طيب ما حصلش كده ولا كده، فبقول له اعمل لي ايه بقى؟ رجع لي تمبلت عباره عن ايه؟ عباره عن كلمه مسج الرساله، وعباره عن كلمه الميل، وبس ريتيرن الجمله دي
رجع لي التمبلت، هيرجع لي الرسالة نفسها اللي هي ايه اللي انا بكتبها، بس من خلال ان انا عملت لها ايه جيتر وستر، ورجع لي الايميل، ورجع لي هي الروت الايميل. اوكي، جبتهم منين بقى؟ من اللي فوق عندي ستر وجيتر ليهم، ستر وجيتر ليهم بس. يعني الغرض الاساسي منه ان انا عاوزاه لما ادوس بريفيو يظهر لي كونفرميشن. الحاله دي حاطط هنا اوتبوت تكست، الاوتبوت ده عباره عن لو انا قلت له، لو هو ما كتبش، يعني نفترض ان انا ما كتبتش هنا ولا هنا، هيرجع لي ايه؟ هيقول لي ميسنج مسج وميسنج ايميل. المسج بتعمل كده. طيب لو انا كتبت يرجع لي ايه؟ يرجع لي بقى يقول لي المسج كذا اللي انا كاتباه ده، والميل كذا. تمام، بس كده، هو ده الغرض من المسج دي كلها. كونفيرميشن، كونفيرم ديالوج مسج بس. هنا بقى بيجي بيقول لي في حاله ان انا دوست على البطن اللي اسمه سند، اظهر لي مسج بين دوت شو مسج 3. ايه مسج بين دوت 3 دوت شو مسج 3 دي؟ هنبص عليها. مسج 3 اهو، ريتيرن مسج 3. لو هي مش فاضي، لو هو مش مليان، مش ما فيهوش داتا، يعني send message to customer support. خلاص كده ايه، هقول له ان المسج تم ارسالها، بنده على المسج دي يعني. اه مسج send، خلاص بقول له مسج send. طيب لو قلت له كانسل، معلش هو معقد شويه، هيقول لي مسج كانسل. جبتها منين؟ من خلال سوري، من خلال التيبل ده. معلش يا جماعه انا هعيد الجزئيه دي تاني. تمام، معلش انا اسفه. تاني، انا عملت الدايلوج ده، الكونفيرم دايلوج. تمام، في حالة هيجيب الداتا بتاعته، سميته وعطت له مسج بشكل معين، عطت له صورة، وقلت له في حالة ان هو اليوزر دخل داتا، اعرض لي الداتا دي، دخل لي اعرض لي الايميل، اعرض لي المسج. وبعدين عندي تو بتن، واحد اسمه سند وواحد اسمه كانسل. في حالة السند بقول له اعرض لي الاتي، اعرض لي الدايلوج ده، والمفروض هيعرض الدايلوج ده اللي هو كاستمر سبورت مسج. ماشي، اقول له ايه؟ مسج سند، ان المسج خلاص ارسلت. طب في حاله الكنسل هيعرض لي الدايلوج ده. ماشي، يمكن انا ما بصيتش على المثال ده بشكل كامل. يعني نقول تاني، في حاله السند هيبعت لي سند، في حاله الكنسل هيبعت لي مسج كنسل. من خلال ايه؟ من خلال بقول له ام كليك او ام كومبليت كونفيرم دوت هايت، خلاص اقفل لي الدايلوج اللي فوق وافتح لي دايلوج 1 دوت شو. طب في حاله الكانسل بقول له كونفيرم دوت هايد، اقفل لي الدايلوج ده وافتح لي الدايلوج اللي تحت اللي هو فيه ايه؟ مسج سنت، اللي هو الاداء بتاعنا العادي اللي هو كده. هدوس بريفيو، هيعرض لي الداتا اللي انا دخلتها في الايديتور ده. تمام، لو دوست على سند هيروح قافل لي الدايلوج اللي انا شغاله فيه ويعرض لي اسمه مسج سنت. لو دوست على كانسل فبيقفل لي الدايلوج اللي انا فيه ده وبيعرض لي مسج كانسل. يا رب اكون قدرت اوصلها. مش عارفه انا ما بصيتش عليه بشكل كامل، بس وصلت. حاجة عندي اسمها دراجابل، يعني ايه؟ يعني حاجات نقدر نحركها.
شايفين ان انا عامل لها دراج ودروب، ماشي كده. ممكن احركها في كل الاتجاهات زي اللي فوق دي عادي، في اي مكان هحركها واسيبها تتحرك، مفيش مشكله فيها. اللي تحتها لا، ما ينفعش احركها غير من فوق من الهيدر، لو جيت احركها من تحت كده مش هترضى. اجي احركها من تحت لا، لازم احركها من الهيدر، لكن دي من تحت اهو بحركها عادي. تمام؟ طيب دي لازم احركها في الاتجاه ده بس افقي. طب عاوز احركها لفوق ما يرضاش. دي فيرتيكال لازم احركها لفوق، ما ينفعش العكس، لازم لفوق. تمام؟ كلون دي معناها كانه بياخد نسخه، شايفين وهي بتتحرك واخد نسخه ازاي؟ حاجه صغيره، هي حاجات شكليه يعني. تمام؟ كلون دي حاجه شكليه، شايفين؟ ريفيرت معناها ان انا لما احركها واوديها في اي حته فوق واسيب هترجع مكانها تاني. اهو احركها لفوق واسيب ترجع مكانها تاني لوحدها. وهنعرف ازاي بتتعمل. عندي حاجه اسمها اوبسيتي، وهي عباره عن ان انا وانا بحركها بيحصل لها غموض، بتبهت. شايفين بهته ازاي؟ بيحصل لها هبوط، غموض سوري. تمام. عندي حاجه في الدراجبل ريستريكتد، يعني ايه؟ يعني جوه الاطار ده بس، ما تتحركش غير جوه الاطار ده بس. طب يا شباب مش واضح عندي، اعمل ريفرش استاذ مايكل، اعمل ريفرش. ماشي يا شباب. طيب فهمتوا الجزئيه اللي انا قلتها دي؟ حد فهمها؟ احنا معظمنا دعم الحمد لله، دعم وتسجيل. ما الغرض ان احنا نسجلها فعلا. طيب حد فاهم اللي احنا بنقوله ده، ولا يعني حد يقول لي كده انه فاهم على اساس ان انا اكمل يعني؟ تمام. طيب يبقى الدراجبل هو المقصود بيه يكون عندي حاجه قابله للادراج وللدروب. طيب انا بعمله ازاي بقى؟ عشان اعمله بعمل الايه، انا عاوز اعمله من غير اي ريستريكشن معينه او اي متطلبات، بعمله كده، بقول له في دراجبل وبقول له فور وبديله الاي دي. يبقى انا بعمله للبانل دي اللي هو اول واحد من غير اي حاجه، وبالتالي ما عندوش مشاكل في اي من اي حته هتسحبه وتدراجه وترد وتعمله دروب، ما فيش مشاكل. طيب التاني بقى، التاني طبعا هي بانل، عباره عن بانل عباره جواها اوتبوت تكست، بتقول له دراجبل وبتدي له الاي دي. انا بعمل دراج للبانل دي. تمام. وبتقول له الهاندل، هاندل يو اي بانل تايتل بار، يعني من غير التايتل بار مش هنقدر نعمل دراج، لازم من الهيدر كده فوق. تمام. لو حاولت تعمل لها دراج او سحب من تحت مش هترضى. طيب الحته دي بتتعمل ازاي؟ من خلال هاندل وبتدي له يو اي بانل تايتل بار. طيب اللي بعده دراجابل فور، برضو نفس القصه، بتدي له الاي دي. اكس اكس دي معناها هيريزون، ان انت لازم عشان تعمله لازم في الاطار ده كده تحركه، في الاطار ده كده ما ينفعش تحركه لفوق ولتحت. طيب العكس بقى بتقول له ايه؟ بتدي له واي بقى، اكس ده هيكون واي، هو الديفولت يا اكس يا سوري ياخد القيمتين يا اكس يا واي، يا اما فيرتيكال يا اما ايه هيريزون، بنفس الطريقه. طيب كولون معناها ان انا بعمل زي نسخه هيلبر اللي هو كولون كده، زي ما تكون انت نسخت نسخه صغيره منه وبتبدا تحرك. ده الكولون بتعمله ازاي؟ بتقول له دراج فور وتدي له الاي دي، وتقول له الهيلبلر عباره عن كولون، ده التعبير الخاص بيه ان هو يكون استنساخ.
في الريفيرت واللي قلنا عليه من شويه، لو انت دوست على الريفيرت ووديته اي حته هو هيرجع مكانه لوحده. لو دوست على اي حته هو هيرجع مكانه لوحده، ده الريفيرت. تمام. طب اقول له ريفيرت بيساوي ترو، يبقى عندي ريفيرت اساسا ايه الديفولت عليه فولس. اوبسيتي، اوبسيتي معناها درجة الغموض، ان هو يكون غامض. لما بتدوس كده شايف الاضاءة بتعطي ازاي؟ اوبسيتي بتدي له درجة الغموض قد ايه؟ 3 بوينت. عندي بقى حاجة اسمها ريستريكتد، فبقول له دراجبل. تمام. بقول له ان هو هيكون فور كونال بانل. تمام. بديله الاي دي اللي هو ده، وبقول له كونتيننت بتساوي بيرنت، معناها ان هو متحجز خلال البيرنت بتاعه. مين البيرنت؟ اللي هو الاطار اللي هو عايش فيه دلوقتي اللي هي دي، يعني هو ما يقدرش يخرج او نعمل له دراج بعيد عن الاطار ده، بعيد عن البيرنت. بس ده الدراج. ممكن تعمل دراج لبيكتشر، بس للاسف انا مش جايبه صور، بيوريك برضو تعملها ازاي. الرابط عندي هو الاي دي. طيب يا شباب، في حد عنده مشاكل؟ حد عنده مشاكل لحد كده؟ حد فاهم حاجه؟ حد عاوز اعيد؟ طيب استاذ مايكل، عشان كان عندك مشاكل في الشير، فهمت قصه الدراج؟ لو عاوزين نعيد هعيد، بس بسرعه قولوا لي. مش عاوزين نعيد كده، انا فهمت ان انتوا مش عاوزين اعيد، فهمتوا يعني. خير. طيب ده الدراج. الدراج معناه ان انا يكون عندي طريقه ان انا اسحب بيها الحاجات. عندي حاجه تانية اسمها منيو. عاوزين بقى ناخد شويه حاجات في المنيو. المنيو دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن طريقه عرض. لو انا عايز اعرض الداتا بتاعتي بالطريقه دي، نفترض ان انت عندك في الموقع عاوز تعرض الداتا بالمنظر ده، عايزين بقى نعملها، نعملها ازاي؟ يا ريت كلنا نركز. دي اسمها ميجا منيو. ميجا منيو وهي طريقه عرض لداتا كتيره. يعني انت لو عاوز تعرض داتا كتيره بالمنظر ده تعرضها من خلال الميجا. طيب بتعمل ايه بقى؟ اول حاجه بتعملها بتقول له بتقسمها بي منيو ميجا منيو. تمام. ده في الاول خالص، وتروح قافلها تحت خالص اخر حاجه تقفلها. وانس انك قفلتها تشتغل جوه بقى. اولا بتعمل بي سب منيو. يعني ايه سب منيو؟ يعني اللي هي اول واحده تي في، ده سب منيو. السبورت سب منيو، الانترتينمنت سب منيو، التيتش سب منيو، الكوايت سب منيو، كل دول سب منيو. تمام. جوه السب منيو بقى بتبدا تقسم. في السب منيو بتديها ليبل اللي هو الاسم اللي هيكون مكتوب عليها، والايكون الصوره اللي انت عاوزها تبقى موجوده. يعني هنا علامه صح، فكاتبين ايكون بيساوي يو اي ايكون تشيك. يعني حضراتكم مش مضطرين تحفظوا اسامي الايقونات، بس ممكن تاخدوها من هنا، هتلاقوا ايقونات كتيره واساميها. خلاص كده انا عملت اول واحده اللي هي سب منيو اسمها تي في، اديته الاسم تي في، واديته التشيك دي عباره عن ايكون صوره، يعني الايكون. هبدا بقى اقسمه. عندي كام عمود هنا؟ واحد اثنين ثلاثه. كده هو مقسمه كام؟ ثلاث اعمده. ابص هنا، واحد وقفله تحت، اثنين وقفله تحت، ثلاثه وقفله هنا، وبدا وبعدين قفل السب منيو. يبقى هو عمل سب منيو وراح قفلها تحت من خلال كام؟ ثلاث اعمده. بعد ثلاث اعمده قفلها. طيب بدا واحده جديده، بدا سب منيو جديده. بدا سب منيو جديد، وبعدها اسمها ايه؟ سبورتس. سوري، سبورتس. عمل فيها كام عمود؟ مين يقول لي عمل فيها كام عمود؟ في السبورتس عمل كام عمود؟ هوريها لكم تاني. كام؟ حد شاف كم عمود؟ طيب عمل ثلاثة يا شباب.
ثلاث أعمدة أهو، السبورتس واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. طيب نشوف أول واحدة الأول خالص، عمل عمود الأولاني وجوه العمود السب منيو ليفل 1 سوري ليبل سماه تي في 1. جوه التي في 1 عمل حاجة اسمها منيو أيتم واداها فاليو واداها اليو ار ال. يعني ايه اليو ار ال؟ يعني المكان ده لو اللي هو اللينك تخش عليه بقى، يعني مثلا هو عاوز يدخل على جوجل في اول صفحه يديها اليو ار ال بتاع ايه؟ بتاع جوجل. عاوز يدخل على صفحه مثلا هو كريشن او البرودكت او السيرفيس او اور كاستمر، تمام؟ بيديها اليو ار ال هنا. اوكي؟ وبيقفل السب منيو. تاني هنقول اول عمود عمل سب منيو سماها تي في، يعني التابه الاولانيه دي عباره عن سب منيو، جواها جوه السب منيو دي عطاها منيو ايتم تي في 1 وتي في 1 2. دخل تاني عمل ايه؟ سب منيو ليب تي في 2 وجواها اداني 3 منيو ايتم اهو، 1 2 3. بعد كده عمل بنفس الطريقه بقى سب منيو تي في 3 وعمل جواها 2 منيو ايتم، تي في 4 2 منيو ايتم. كل ده سب منيو، التابع عباره عن سب منيو، اللي جواه عباره عن منيو ايتم. رقم 5 عباره عن 3 منيو ايتم، وفي الاخر عنده كولم لوحده كده فيه مش منيو ايتم ولا حاجه، فيه زي عنوان لوحدها وفي صوره، بس ما فيش صور للاسف لان انا ما حملتش كل الصور الموجوده معاه. وهكذا بقى بدات اقسم اللي بعده نفس الطريقه بالظبط. قلت له سب منيو اسمها سبورتس واديتها ايكون، وبعدين قسمتها الاعمده. في كل عمود بدات اكتب السب منيو، وكل سب منيو بدات اكتب المنيو ايتم، والمفروض في كل منيو ايتم اديها اليو ار ال. هي شويه كتيره الكتابه بس يعني هي طريقه عرض ظريفه وسهله، انتم ما تقعدوا بس وتفهموها مع نفسكم كده تحسوها سهله. طيب الاخبار ايه؟ فاهمينها ولا ابعدها تاني يا شباب؟ انتوا ليه مش بتدوني فيدباك؟ يعني حد يقول لي عيديها؟ لا كويس، لا خلاص فهمناها كده يعني. ده الدعم. ده شباب الناس اللي حاضره. فهمناها سهله قوي، تمام ماشي. انا بس عايزه اتاكد ان الناس فاهماها، يعني على الاقل انتوا اللي حاضرين ابقى فاهمه حد فاهم يعني. تمام اوكي، هي سهله فعلا ما فيهاش حاجه يعني. انا بس كنت عاوزه اوريكم حاجه واحده فيها قبل ما نمشي منها. في الكويت، شوفوا في الكويت هنا، في الكويت هنا عامل لي يو ار ال، فعايز اوريكم هو معمول ازاي. اهو يو ار ال حطيت لي فيه primefaces.org، ده الموقع اللي هيدخل عليه. في حاله ان دوست على كويت هي عباره عن منيو ايتم، بتحط فيه اليو ار ال وهو عباره عن موقع primefaces.org، واعطيله ايكون بتساوي كلوز وبيدخلني على الموقع ده. يبقى المقصود بالكلوز دي اللي هي الصورة، ولو دوست على كويت هيدخلني على اليو ار ال ده. يا ريت يكونوا حضراتكم قدرتوا توصلوا لقصة اليو ار ال دي. الميجا. طب عايزين نشوف نوع تاني اسمه المنيو بين، المنيو بين دي طريقة عرض أخرى بقى. اه اسمها منيو، منيو بار، تمام. المنيو بار بقى دي بتتعمل ازاي؟ اولا بقول له بي منيو بار، برضو قصتها قصة بي سب منيو، وجواها اقسمها بقى لو عاوزه سب منيو تاني. يعني ايه سب منيو؟ يعني قايمه هيتفرع منها حاجات، يعني نيو سب منيو، لكن الاوبن منيو ايتم. يعني ايه سب منيو؟ هي
هيتفرع منها جزئيات تانية، يعني نظام شجري، شجرة، عارف الشجرة فروع. لو انا مش هفرع منها يبقى اكتبه ايه؟ منيو ايتم. فبالتالي عندي الفايل في حد ذاتها هي عبارة عن سب منيو. يبقى عندي الشجرة الأساسية اللي هي منيو بار. طب أول فرع فيها اللي هو سب منيو سميته فايل واديته أيكون. بعدين بقى من الفايل ده خدت سب منيو، خدت فرع تاني وسميته نيو واديته أيكون. وبعدين جوه اليو عملت اتنين منيو أيكون، واحد اسمه بروجكت وواحد اسمه أذر. في الاتنين ممكن أديله أيكون وممكن ولازم أديله اليو آر إل على أساس هيروح يعمل إيه. اهو عندي صوره هنا لكن ما عنديش صوره هنا. اوكي، ده منيو ايتم، منيو ايتم، منيو ايتم، ده سب منيو، ده سب منيو. تمام. بعدين دخلت عطيت منيو ايتم اسمه اوبن ومنيو ايتم اسمه كوايت، اللي هم دول منيو ايتم. كده انا خلصت الفايل. بعد ما خلصت الفايل ممكن اعمل سب منيو تاني اسمه اديت واديته ايكون، وجوه السب منيو ده عطيت له منيو ايتم ومنيو ايتم. تمام. المنيو ايتم ده اللي هو هنا اهو، مش فرع، يا دوبك كده، دي ورق ورقيقات في الشجره، ما عنديش فروع. كل في واحده فيها في صوره او ايكون، وكل واحده فيها يو ار ال. ماشي يا شباب. وهكذا بقى، عاوزه في الهيلب اديت له منيو ايتم الهيلب اهو، وبعدين في السيرش عطيته سب منيو. طب جوه السيرش بقى عطيته سب منيو تانية اللي هي ايه؟ تكست. شايفين التكست دي عبارة عن سب منيو. طيب عايزة اتأكد ان الناس فاهمة الجزئية دي. اختفى عشان انا حسبته امبارح. انا قلت هو الوحيد اللي بيحضر عشان كده هو اختفى، بس هو تقريبا عشان احنا غيرنا ميعاد المحاضره فالناس ما بقتش عارفه مواعيد امتى، وانا كنت عاوزه اخلصها باسرع وقت، يعني عاوزه النهارده يكون، يعني حاولنا امبارح وما كانش فيه امل يعني، والنهارده ما كانش هيبقى فيه امل، بس الحمد لله ربنا ييسر يعني. طيب مايكل انت مش فاهمها ولا اتنين دي معناها فاهمها؟ الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا كان مهم عندي ان انا اسجلها الحقيقه النهارده، يعني بحيث ان الناس ممكن تسمعها لعله خير. بالظبط كده. طيب حد لا مش فاهمها. اوكي مش فاهمها. طيب بص، طب انت فهمت الميجا يا استاذ مايكل؟ فهمت الميجا؟ واستاذ احمد بوريكا نفسي تعمل بروجكت معانا يا استاذ احمد، عندي امل انك تعمل يعني حتى لو صفحتين، يعني انا ما فيش فهم. فاهم الجزئيه دي ولا مش فاهمها يا استاذ احمد بوريكا؟ استاذ مايكل رد عليا، فهمت الميجا ولا مش فاهمها؟ ردوا عليا بسرعه عشان ننتهي يعني شويه، يعني الاثنين مش فاهمهم. يا خبر ابيض. طب في حد تاني مش فاهمهم يا شباب؟ يعني بامانه قولوا لي عشان ماشي. اوكي، لا انا بتكلم على حاجه ثانيه، ممكن يكون طريقه شرح مش موصله المعلومه، يعني العيب مش في سعادتك، العيب في انا. معلش الناس الدعم، طب انتوا فاهمين ولا انتوا مش مهتمين بالقصه اساسا يعني؟ فلو حد فاهمها يكتب لي واحد عشان ده مؤشر ليا يعني. طيب عموما اللي احنا بنقول عليه هو عباره عن ايه؟ هو عباره، اوكي، هو عباره عن ان انا عاوزه اعمل منيوز بالطريقه دي، يا اما بالشكل ده زي ما احنا شايفينه. تابع معايا بقى يا استاذ مايكل عشان هشيك معاك بعد شويه. عاوزه اعمل قوائم بالشكل ده، قائم بالشكل ده في الحالة دي اللي هي فيها بيانات كتيرة وفيها عرض كتير، دي اسمها ميجا منيو، اسمها ميجا منيو. تمام. طيب اي يعني عشان اكريت الاطار اللي فوق ده خالص، فبقول له بي دوت ميجا منيو، ده عشان يديني الاطار بس، يعني بي نقطتين ميجا منيو عشان يديني الاطار يسمح لي ان انا ابدا اشتغل. لكن عشان اعمل القوائم الفعليه ببدا اقول له ايه؟ دي ودي ودي اللي فوق، العناوين دي عباره عن سب منيو. يعني ايه سب منيو؟ كانك ماسك كده ورقه وبتكتب عليها شجره، بترسم عليها شجره. طب عشان ترسم الشجره بتعمل ايه؟ بتعمل اول فرع،
طب الفرع ده هيبقى فيه ورق بس ولا هيبقى فيه فروع؟ لو في فروع بتبدأ تفرعها، لو في ورق بس بتعملها ورقة، بترسم شكل ورقة. برضو هنا نفس القصة، اللي فوق دول كلهم العناوين اللي فوق فروع. عرفت منين انها فروع؟ لان هينزل منها حاجات تانية. الفروع عبارة عن امتدادات، يعني فيها امتداد، لكن الورقة ملهاش امتداد. خلصت كده فوق، قسمت عندي كام فرع اساسي؟ 5. جيت بقى في كل فرع بدأت اقسمه، قلت التي في ده انا عاوزه 3 اعمدة كده، 1 2 3، تمام. في جوه كل عمود بدأت اقول اول تبايه، التاب اللي فوق دي معناها انها سب منيو. يعني ايه سب منيو؟ يعني فرع. يعني ايه فرع؟ يعني هو ده اللي هينزل منه الورق بقى، الورق اللي هو ايه، تي في 1 وتي في 2. طب التي في 1 والتي في 2 ده معناه ان انا لما كليك عليها هيوديني لصفحه، بس لازم تكون حضرتك حاطط اليو ار ال. طب انزل لتاب 2 عشان اعملها، بقول له برده دي سب منيو، اهو سب منيو دي تاب 1. طب تي في 2 سب منيو. اوكي، التي في اساسا هي سب منيو، كلهم سب منيو. مين بقى المنيو ايتم؟ الحاجات الداخليه، الورق اللي احنا بنقول عليه ده منيو ايتم، ده منيو ايتم، ده منيو ايتم، ده منيو ايتم. ماشي، اي حاجه هو عاملها تبايا تبقى ايه؟ سب منيو. اي حاجه عاملها كده عاديه من غير تاج تبقى منيو ايتم، وعطاها ايكون ويو ار ال. طيب شرحك مبسط، ربنا يكرمك يا رب. اغير الشكل بطريقه اخرى؟ لا، مش ممكن اغير الشكل. دي زي ما تقول ان هي قوائم جاهزه شويه. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقلل الحاجات، يعني ممكن مش شرط الحاجات، هي طريقه عرضها كده، دي طريقه العرض، طريقه عرضها كده. لكن ممكن ايه؟ ممكن ما تحطش كل الحاجات دي، ممكن تعملها عمود واحد بس، ممكن تعمل في كل عمود مش كل الداتا دي، تعمل واحده وجواها واحده بس. معايا؟ اوكي. طيب عايزين بقى نشوف الايه اللي احنا جايين نتكلم عليها دلوقتي، اللي هي مين؟ اللي هي المنيو بار. عباره عن ايه بقى المنيو بار دي؟ المنيو بار دي طريقه عرض بار. اوكي، طب عشان اعمل المنيو بار اول حاجه لازم اعملها الاتي، لازم اكتب بي منيو بار. ماشي، جوه المنيو بار بعمل سب منيو، جوه المنيو بار بعمل سب منيو. هي بقى السب منيو اللي هي الفايل، يبقى عندنا العناوين الرئيسيه دي سب منيو. طيب اي حد جوه هيتفرع يبقى ايه؟ سب منيو، زي النيو. طب الاوبن والكوايت قولوا لي بقى سب منيو ولا منيو ايتم؟ مين اللي هيجاوب؟ الاوبن والكوايت سب منيو ولا منيو ايتم؟ منيو ايتم. تمام، غلط، سب غلط، هي منيو ايتم. منيو ايتم ليه؟ لان انا السب اللي هو بيبقى فيه سهم، اهو شايف نيو فيها سهم. طب بروجكت، بروجكت عباره عن ايه؟ منيو ايتم. طب اذر، منيو ايتم. ندخل على الايديت، الاندو منيو ايتم، الريدو الريد سوري منيو ايتم. طب في الهيلب الكونتنت منيو ايتم، السيرش سب منيو، التكست سب منيو، الفايل منيو ايتم، في الاكشن الاجكس منيو ايتم، النون اجكس سوري الاجكس نفسها سب منيو، السيف منيو ايتم، وهكذا الديليت منيو ايتم. وصلت؟ ايوه، السب هي اللي بتحتوي على الاسف. معلش معلش خدت الكلام كده على طول. اوكي، بس فهمت يعني حضرتك فهمت الجزئيه ماشيه ازاي، ده مهم عندي يعني. خلاص بقى نشوف بقى الرسمه جوه عمل ايه. سب منيو عباره عن فايل وجواها سب منيو تاني اسمها نيو، وطبعا بقى الايقونات والحاجات دي انت عرفتوها، عرفت اليو ار ال. جوه السب منيو دي عملنا 2 منيو ايتم اسمهم بروجكت واذر، جو وبعدين عملنا منيو ايتم اسمها اوبن لوحدها، عملنا منيو ايتم اسمها كويت. كده انا قفلت مين؟ الفايل. كده الفايل خلاص اتخلصت.
بدخل على الايديت. الايديت فيها 2 منيو ايتم بس عنده ريدي. طيب عندي بعد كده سب منيو اسمها هيلب، سب منيو اسمها هيلب، فيها منيو ايتم اسمها كونتنت، وفيها سب منيو اسمها سيرش. جوه السيرش في سب منيو اسمها ايه؟ تكست، لانها جواها منيو ايتم اسمها ورك سبيس، وفيها منيو ايتم اسمها فايل. اوكي طيب عندي سب منيو دي اسمها اكشنز، جواها حاجتين اجكس ودي عباره عن سب منيو، ونان اجكس ودي سب منيو. تمام، جوه الاجكس في اتنين سيف وابديت، وجوه النان اجكس في ديليت. تمام، ودول عباره عن منيو ايتم. تحت خالص عندي حاجه اسمها منيو ايتم اللي هي كوايت. اوكي دي في ناحيه كده، احنا تقريبا خلصنا كلها. في جزئيه انا هقول عليها بس سبتها للاخر. عندي عامل بقى على جنب كده لو انتم شايفين فيست اسمها اوبشنز، جواها انبوت تكست وبتن اللي هي الجزئيه دي. شايفين دي؟ شايفين الجزئيه دي عامل تكست بوكس سوري تكست انبوت تكست وعامل بتن، يعني زي نظام تقسيمه كده برضو عاملهم على جنب ايه في المنيو ايتم كله. لحد كده في حد عنده مشكله يا شباب؟ لحد كده في عند حد عنده مشكله؟ لا ده كويس. طيب في بقى جزئيه مهمه جدا من ضمن الجزئيات اللي احنا عايزين نفهمها، اللي هي ايه بقى؟ احنا عاوزين نخلي زي ما بيقولوا مش الحاجات تبقى واقفه بس كده، لا احنا عاوزين لما ندوس على كلمه سيف يقول لنا داتا سيفد، او ندوس على كلمه ابديت يقول لي داتا ابديتد مثلا، يعني هيروح لميثود ويرن وكده، او نان اجكس نقول له ديليت يقول لي داتا ايه؟ ديليتد، داتا ديليت. اوكي طيب في سؤال بس يا رب تعرفوا تجاوبوه عشان انتوا ما كنتوش متابعين معايا من الاول. الاجكس لو قلت له سيف ورن كده دي اجكس ولا مش اجكس؟ بس ما تبصوش للاسم طبعا، واللي هيقول لي اجكس ليه واللي مش هيقول لي اجكس ليه. لو مش عارفين قولي لي لا مش عارفين، يعني اكتبوا لي لا وخلاص يعني وانا هقول له. طيب هقول اهو، اما بدوس على سيف كلمه سيف وبيقول لي الداتا سيفد هنا وهنا. طب داتا سيفد هنا وداتا سيفد هنا، حد عارف دول ايه؟ لا خلاص انا يعني معلش انا عذراكم الحقيقه. اولا داتا سيفد هنا وداتا سيفد هنا هم عباره عن المسج والجرول، قلناهم المره اللي فاتت ان انا لو انا عايز فايل تظهر لي فوق الصفحه فبعمل حاجه اسمها جرول او مسج، والاثنين بمعنى واحد، هم اللي بيخلوا لي الرسائل هنا، دي المسج ودي الجرول. تمام طيب اللي عاوزين بقى نعرفه الرسائل دي جايه منين؟ جايه من حاجه اسمها اكشن ليسنر. طيب الاكشن ليسنر ده بيروح على فين؟ على منيو بين دوت سيف. عاوزين نروح للمنيو بين دي، منيو بين. المنيو بين ده عملنا فيها ميثود بنقول فيها جوه الميثود ده او بتقول ميثود اسمها اد مسج. طب الابديت بتكون نفس الميثود بس بعتلها سترنجيه مختلفه. طب الديليت بتكون نفس الميثود بس بعتلها سترنجيه مختلفه. طب عاوزين نشوف الاد مسج دي عباره عن ايه. الاد مسج دي ميثود فويد ما بتريترنش اي شيء، بتاخد سترنجيه سمري اللي هي اللي هتجيلها من فوق، وهي عباره عن سطر كود واحد بيخليني اقدر ابعت للجافا سيرفر فيسز رساله بس. الفيسز كونتكست دي كلاس جواها ميثود اسمها جيت كرنت انستنس دوت اد مسج، بديله اتنين بارامتر، واحده نال وواحده نيو فيس مسج، بتاخد السمري.
ده سطر كود واحد في الأساسية إنه أبعت الجافا سيرفر فيسز مسج. المسج دي عبارة عن إيه؟ المسج دي عبارة عن الداتا اللي جاية لي من فوق اللي هي فين؟ اللي هي هل المسج ديليتد أو سيف، تمام؟ من خلال إيه؟ السمري. تاني أنا سيف بنده بقول مسج اسمها أد، سوري، بقول مسج اسمها أد مسج لها داتا سيف. الابديت بقول هي نفس المسج اسمها اد مسج وببعت لها داتا ابديتد. ديليت بقول نفس المسج وببعت لها داتا ديليتد. طيب المسج اسمها اد مسج هي عباره عن فويد، مسج ما بترجعش ما بترترنش اي شيء، بتاخد سترنجات اوكي، وهي جواها بعمل كولنج لحاجه لكلاس اسمها فيسز من خلالها جيت كارنت انستنس دوت اد مسج ببعت من خلالها السمري اللي هي ايه؟ الرساله. دي شكل الكلاس، ونال دي عشان يبعتها للفورم كلها. فبالطريقه دي لما انا بقول له منيو بين دوت سيف بيقول داتا سيفد، لما بقول له منيو بين دوت ابديت بيقول منيو ابديتد او ابديتد، منيو بين دوت ديليت بقول له كده ايه؟ الداتا ديليتد. اللي هو الآتي، لما بدوس هنا أجكس سيف يقول لي داتا ايه؟ سيفد. هو في حاجة حصلت، أنا عملت حاجة إن شاء الله، إيه هي؟ بس سيف بيقول لي داتا سيفد، لما ادوس على ابديت يقول لي داتا ابديتد، لما ادوس على ديليت يقول لي داتا ديليتد. طيب وصلت يا شباب؟ حد فاهم منها حاجه؟ حد وصلت له المعلومه الدنيا ماشيه ازاي؟ لو وصلت قولوا لي. ايه ما وصلتش ولا وصلت ولا ايه يعني؟ ما مش واخده فيدباك، انتوا بتكسلوا تكتبوا؟ معلش اتعبوا معايا شويه. ما شباب يعني مش عارفه وصلت ولا لا، يعني غير الدعم مايكل واحمد بوريكا، استاذ احمد بوريكا، وصلت الداتا ولا ما وصلتش؟ يعني فاهمينها ولا لا يا جماعه؟ هو انا بسال سؤال صعب. طيب قصه بقى اللي انا سالته من شويه، هل هي اجكس ولا مش اجكس؟ هقول لكم انا في كلمه اجكس لما بقول له سيف ما بيروحش على السيرفر، ما بيروحش. بعرف ازاي؟ ما فيش هنا ما بيعملش ريلود للصفحه. طب لما بقول له كلمه ابديت برضو نفس القصه، ما بيروحش على السيرفر. طب في الديليت بقى بقول له ديليت بلاقيه بيعمل ايه؟ بيروح على السيرفر. شفتوها دي؟ بيروح على السيرفر. دي قصة الاجكس ولا مش اجكس؟ اوكي. طب انا بعملها هنا ازاي؟ الاجكس باي ديفولت لما بقول له ابديت الاس والتي، من الاس والتي ده هم عبارة عن المسج والجرول. لو قلت له ابديت وسكت يبقى كده الاجكس شغالة، بس لو جيت قلت له اجكس فولس يعني انا كده ان هو هيضطر يابديتهم بس يروح على السيرفر يعمل ريلود تاني للصفحه. يعني هنا قلت له ابديت، هنا ابديت، بس سبته على الديفولت. الديفولت عنده ان الاجكس بترن عادي، لكن لو قلت له الاجكس فولس يبقى معنى كده انه هيعمل ايه؟ هيرلود الصفحه من اول وجديد، وبالتالي ده بيرن من غير ريلود، ده بيرلود الصفحه. طبعا الافضل ان انا اخلي الاجكس ايه؟ ترو. ماشي يا شباب؟ طيب حد عايز نعيد الجزئيه دي؟ الحمد لله مفيش حد بيرد على اي حاجه. طيب عندنا بقى حاجه تانية اسمها
كده منيو باتن، منيو باتن. انا عايزه القوائم تبقى بالمنظر ده، تبقى على هيئه منيو منسدل، يعني قائمه منسدله كده، وفيها سيف برضو، واقول له سيف فيقول لي كده، واقول له ابديت يقول لي كده، واقول له ديليت يقول لي كده، واروح للهوم بيج يدخلني على صفحه جديده. اوكي، وصل لكم المعنى؟ حد وصل له المعنى؟ لو حد وصل له المعنى يقول ايه. واحد. طيب في المنيو في المنيو باتن سهله دي بقى، بحط مسج وجرول اللي احنا عارفينهم، وبقول له منيو باتن، وبدي له فاليو بسميها ومسميها اسمها اوبشنز، منيو باتن واسمها اوبشنز، بس جواها كلهم منيو ايتم منيو ايتم منيو ايتم، وعامله سيبريتور. ايه السيبريتور ده؟ اللي هو الخط الرفيع ده اسمه سيبريتور، المره اللي فاتت، ومش عامله له لا هايت ولا اي حاجه، عطيها بس هو كده. برضو في نفس القصه عامله ابديت للاس والتي اللي هي الجرول، عامله الاكشن بيروح على نفس الميثود اللي عملناها من شويه اللي هي ابديت وديليت وسيف، وعطيها له ايكون. في حالة الديليت اديت له الاجكس فولس، هيعمل ايه؟ رلود للصفحة. لو قلت له ديليت هيعمل لي رلود للصفحة، لكن لو قلت له ابديت هي ابديت، لو قلت له سيف هي سيف. بس في حالة السيف برضو بيعمل ايه؟ رلود للصفحة، لاني عاملة اجكس فولس. عندي منيو ايتم الاخير، وهو عبارة عن انه بيريتيرن، بيوديني اليو ار ال اللي هو primefaces.org. سهلة؟ سهلة يا شباب؟ أعيد تاني؟ حد عايز نعيدها تاني؟ مفيش حد عايز نعيدها. طيب الحمد لله. بصوا نتفق على حاجة، لو حد عايز نعيدها يكتب واحد. اللي عايز أعيد يكتب واحد عشان ما تكسلوش. طيب عندي حاجة اسمها ريسايزابل. يعني ايه ريسايزابل؟ يعني انا عايزة اقلل او اكبر حجم حاجة معينة، اعمل لها ريسايز، ودي خدناها قبل كده شفناها، يعني ما مش جديدة، او ان انا اعملها ريسايز بحركة. شايفين لما بفتحها وبقفلها بتفتح بحركة، اوكي، او اعمل ريسايز اهو بهايت معين وبوايت مينيو ماكس، يعني شايفين مش بتتحرك اكتر من كده، او ان هي تكون ريستريكتد ما بتتحركش، ريستريكتد. اوكي، يبقى عندي ريسايزابل هي عباره عن الحجم، عشان اغير الحجم بنعمل ريسايز. ممكن تكون انيميتد، ممكن يكون ليها ماكس وميني، وممكن يكون ليها كونتينمنت. لو عايزين نشوف هو عاملها ازاي، عملنا بانل. اوكي، الاول فوق خالص عمل بانل، البانل دي عملتها ريسايزابل بيزك، ما عملناش اي حاجه زي ما هو بنفس يعني على الديفولت. وطبعا فور ربطناها بالاي دي، بعمل ريسايزابل لمين؟ للبيزك، الاي دي اللي اسمه بيزك. في تاني واحده قلت له ريسايزابل فور انيميشن الاي دي. بالنسبه بقى عشان اعمل له انيميت، فقلت له انيميت بتساوي ترو، معناها ان الديفولت بيساوي فولس، لازم اقول له ترو. وبقول له في الافكت عاوز اسم سوينج، الافكت يعني ايه؟ والافكت ديوريشن، هل هو سريع ولا بطيء؟ نورمال. الافكت معناها شكل الحركه، احنا شفنا حركات قبل كده في الافكت كذا، خدنا حاجه فيها افكت، فممكن تجيبوا باقي الحركات. في النورمال ممكن تبقى فاست، ده في الافكت ديوريشن هي فتره الايه؟ الافكت. بالنسبة للميني والماكس عطياله وايد وهاي ميني ماكس وهايت ميني وايد وماكس وايد وميني هايت وماكس هايت، حجم معين ما يزيدش عنه، ما يقدرش يصغر او يكبر بعيد عنه، يعني دي اقل حاجة ودي اقصى حاجة. اوكي، بس في اخر واحدة قلت له ريستريكتد، فعطيانه فور كونتينمنت للبانل دي، ان هو كونتينمنت بيساوي ترو، معناها ان هو الريسايز بتاعها ما ينفعش بره، هو اطارها الاطار الداخلي لمين؟ للبيرنت، اللي هو مين برضو؟
اللي هو الإطار الـ Output Panel، يعني مش هتقدر تتحرك بره الإطار ده. تأثير. طيب ماشي يا شباب، مشاكل؟ لو في مشاكل اكتبوا واحد عشان ما تغلبوش دماغكم يعني. رجعنا تاني للتاب منيو، رجعنا لحاجة تانية. تمام. طيب عندي ضربت الحمد لله، كله ضرب. عندي حاجة اسمها تاب منيو. احنا النهاردة خدنا منيو كتير خالص عشان حياتنا كلها تبقى منيو يعني. التاب منيو هي الشكل ده، طبعا انا مش عارفه له يو ار ال، شكلها تابات، يعني شكل المنيو تابات، تابه واحده. يبقى انا عندي كذا طريقه ان انا اعمل منيو بيها، فيها ميجا، فيها بطن، فيها تاب، ماشي. طب التاب منيو بعملها ازاي؟ بقول له بي تاب منيو، بقول له الاكتف اند، اكتف اندكس دي يعني اللي هتبقى عندي اكتف او الداتا تتعرض فيها. طبعا لو هي جواها داتا او انا بدخل فيها على ال معين، اوكي، فبقول له رقم 2. رقم 2 ده 0 1 2، لان احنا عندنا الاندكس بيبدا من 0، اوكي. طيب عندي بقى جوه التاب منيو ده حاطط له منيو ايتم، منيو ايتم، منيو ايتم، كل دول منيو ايتم. ممكن ازود عليهم كمان، حاطط لهم فاليو، الفاليو دي الاسامي، وحاطط لهم يو ار ال لو انا هيدخلوا لي يعني حاجه معينه، وحاطط لهم ايكونز، واخر واحده فيها لها ديسيبل بيساوي ترو. شايفين سوشيال، سوشيال ديسيبل معناها ايه؟ مقفوله، غير فعاله، ان اكتف. في مشاكل في التاب منيو دي سهله، دي خلاص انتوا خدتوا الصعب، المفروض دي سهله. تاب منيو سهله، هي عباره عن تابات وبديها منيو ايتم، مش اكتر من كده. طبعا اليو ار ال بيدخلني على الصفحات اللي انا عايزه ادخل عليها. طيب عندي حاجه اسمها تاب فيو، حاجه جديده بقى، بس تاب برضه. تاب فيو دي زيها بالظبط، بس ايه الفرق بقى؟ تاب فيو ممكن اديها اورينتيشن. يعني ايه اورينتيشن؟ هنشوفه الصفحه الجايه. دي تاب فيو ممكن اعملها كده على اليمين رايت، ممكن اعملها كده فوق، ممكن اعملها بوتوم، ممكن اعملها ليفت. تاني التاب فيو ممكن اعملها بكذا اورينتيشن، التاب فيو ممكن اعملها بكذا اورينتيشن. بحدده فين الاورينتيشن في التاب فيو، في كلمه التاب فيو، يا اما بوتوم، يا اما توب، يا اما ليفت، يا اما رايت. الديفولت عندي هو ده اللي هو توب، والدليل على كده ان انا كاتبه له بوتن توب ليفت رايت، هو خد التوب بس. طب انا عايزه اخليها عاوزه اخليها مثلا ليفت او رايت، بكتب له اورينتيشن بيساوي رايت. جوه التاب فيو، وده من ميزه الجافا سيرفر فيسز، ان انا ببدا اركب بقى. كتبت تاب بي تاب واديتها تايتل وقلت له ديسيبل بيساوي ترو، يعني خلاص قافلها. وممكن احط صوره، حاطه له جرافيك، بس انا ما عنديش صور، مش محملها صور، ومحطه له اوتبوت تكست، وقفلت البانر. دي اول واحده. ثاني واحده بنفس الطريقه، حاطه له تايتل تيب. يا رب تكونوا فاكرين التايتل تيب، فاكرينها اهي، شبه التول بار بالظبط، تول بار تيب، بس دي على صغير شويه، اوكي. بس وهكذا تمضي الايام، ما عدا التاب الاخيره حاطه له كلوزابل. يعني ايه كلوزابل؟ يعني فيها علامه الاكس، لو انا عاوزاها كلوزابل ممكن احط لها كلوزابل. يبقى انا عندي كام خيار، ممكن ابقى اخليها ديسيبل، ممكن احط لها تاب، وممكن اعملها كلوزابل. ممكن الاورينتيشن اعمله رايت، ممكن اعمله بوتوم، ممكن اعمله توب، اوكي. وطبعا اي تاب فيهم بيعرض الداتا هنا، وممكن يعرض صوره. طبعا ممكن تخليهم كلهم بقى كلوزابل، كل الحاجات دي كلوزابل، اوكي. كده التاب فيو خلصت. في حد عنده مشاكل في التاب فيو يا شباب؟
في حد عنده مشاكل في التاب فيو؟ تمام. طيب عندي حاجة اسمها تول بار. احنا النهاردة اتفقنا ان عندنا منيوز وتول بارز وحاجات كتيرة. ده شكل مختلف بقى، شكله كده، شكله مختلف، نحن نختلف عن الآخرون. التول بار ده عبارة عن بكتب له بي تول بار عشان افتحها، يعني كأني بدأت الحكاية، وببدأ اقول له تول بار جروب، وبديله الالاين يعني ليفت ولا رايت. تمام، حاطط له تو تول بارز، كل جروب بقفلها، وجوه كل جروب بديله منيو ايتم، سوري منيو ايتم. تمام، بس هنا ممكن اديله كوماند بتن، يعني هنا فوق كده ممكن اديله كوماند بتن. اللي هنا دول عباره عن كوماند بتن عادي، بقول له التايب بتن، بقول له الفاليو اسمه هيبقى ايه نيو، واديت له الايكون. اللي بعده سميته اوبن وقلت له الايكون. اللي بعده اعطيت له سيبريتور اللي هو ايه، فاصل بسيط كده السيبريتور ده، وبعدين اعطيت له تايتل اسمه سيف، واعطيت له الايكون. طبعا الايكون ده الكوماند بتن ده ممكن يروح على ايه، على اكشن معين. يعني انا المفروض اما ادوس على بتن فيهم يروح على اكشن اوبن، يروح يفتح لي صفحه، او يروح يعمل، يروح على صفحه معينه، عشان الناس تبقى فاهمه انا مش بعمل تول بار بس عشان منظر، انا عايزاه اكتف مع الصفحات الثانيه من خلال الاكشن. وهكذا عملت بطن اسمه ديليت وبرنت، وعندي سب منيو بقى، عملت سب منيو ده ثاني للسب منيو. تمام، اسمها تاتش ان تاتش. تاتش فيسز، احنا خلصنا عنا المجموعه الثانيه. سب منيو برنت. ماشي، مش عارفه انا مش شايفه التاتش دي، معلش مش قادره اركز، حاسه ان انا يعني النت يعني. سيف اوبن. المفروض تاتش فيسز هنا فوق. اوكي، طيب عندي هنا بقى، عارفه انا مش شايفاها هنا. طب احنا لو شلناها، ثواني مش موجوده يعني. ليبل تاتش هي مش موجوده، مش اكتف يعني. سب منيو ما ينفعش اعمل سب منيو، يعني ما ينفعش اعمل سب. اكيد انا كنت بجربها بس كده منظر يعني. سب منيو هنا فوق كده ما ينفعش. ماشي، هي مش فعاله، شايفين مش موجوده اساسا. يعني كنت بجرب هل هي ينفع ولا لا، ما ينفعش ان شاء الله. طيب الجروب الثانيه يا شباب عملناها تول بار برضو، بس قلنا لها الالاين رايت. تمام، بس عملناها ايه، عباره عن بتن، عباره عن منيو بتن زي اللي خدناها من شويه، جروب من البتنز، بس يعني لما ادوس عليها يظهر لي قائمه منسدله يعني. ماشي، هيظهر لي هوم وشو كيسز وتاتش فيسز، وكل واحده فيهم عباره عن منيو ايتم، وكل واحده فيهم فيها يو ار ال وليها نيم، واكيد ينفع احط لها. ماشي يا شباب، حد وصلت له القصه دي ولا لا؟ شفتوا التول بار؟ يا ريت لو وصلت لكم التول بار تقولوا لي ايوه وصلت، او لو عاوزين نعيد قولوا لي عيد بس بسرعه. مش عارفة هي كده وصلت ولا لا، يعني ادوني فيدباك لو سمحت. تمام ماشي. طيب اللي عندنا دلوقتي حاجة تالتة خالص اسمها امبليس. امبليس دي احنا تعرضنا لحاجة شبهها قبل كده، ان انا يكون عندي اللي هي ايديتابل، تكون الحاجة كده
ازاي اخلي الحاجة تعرض وفي نفس الوقت ايه يعني تعرض وتكون editable، تكون بتعرض وفي نفس الوقت تكون بتكتب يعني تكتب الحاجة كده وبعديها تبقى ايه تبقى ترجع زي ما هي. كده يعني انت لو دوست هي ايديت مي لو دوست عليها تخليها ايديتابل. ازاي بقى اعمل القصه دي؟ ازاي؟ من خلال حاجه اسمها بليس، بحط فيها اي حاجه انا عاوزاها تبقى ايديتابل. يعني انا حطيت جواها انبوت تكست، ممكن احط جواها هنا برضو حطيت انبوت تكست، وهنا حطيت سيلكت وان منيو. اوكي، جوه الامبليس كل دي جوه الامبليس بحطها وبقول لها الايفنت دبل كليك، لما اضغط دبل كليك الافكت سبيد هل هو سريع ولا مش سريع. كل والايمج ممكن احطها جوه الامبليس، معناها ان هي تكون ايديتابل، تكون قابله للكتابه، بتبقى دبل فيس يعني قابله للكتابه وبعدين بترجع زي ما هي. اوكي، عندي من الحاجات المهمه اللي عندي في برايم فيسز وفي البروجكتز اللي المفروض نعملها حاجه اسمها الريتنج. يعني كل ناس بتبقى عاوزه الريتنج ده زي اللي احنا شايفينه ده اللي هي النجوم دي. ازاي اخلي الموقع عندي يبقى فيه الريتنج ده؟ فانا بعمل الاتي. اول حاجه بكتب بعمل بانل جريد عاديه، وبعدين بعمل ريتنج وعامله له ريتنج كنترولر، بحيث ان انا احط له ستر وجيتر. يعني انا عامله للريتنج ستر وجيتر عشان اجيب الداتا واعرضها بس. اوكي، في الستر والجيتر عامله ريتنج، وعاملين هي مجموعه ريتنج، وبعدين عاملين له نفس قصه المسج بالظبط اللي هي المسج ولا ما ترنش والحاجات دي. وممكن من الحاجات اللي عامله لها ستر وجيتر، عندي اول واحده ريتنج عاديه زي اللي احنا شايفينها كده ما فيهاش اي جديد، تمام. عامله تاني واحده فيها ستارز عدد النجوم 10، لو انت عديت النجوم دي هتلاقيها 10. عندي كانسل بيساوي ترو، يعني ايه كانسل بيساوي ترو؟ وعندي اول ريت التر يو ار ريتد زائد الفاليو، يعني عندي لما الواحد هيعمل هيريت هيظهر له الجمله دي يو ار ريتد، وهيظهر له عدد النجوم اللي هو ايه عمل لها ريت زي الاتي كده ريتد 4 5 6 وهكذا. الكانسل بيساوي ترو، معناها هل الكانسل ده شغال ولا مش شغال؟ ايه هو الكانسل ده؟ الكانسل معناها ان انت بتلغي الريتنج، يعني هو كده انا عامله ريت، انا عاوز الغي الريت اهو، ادوس على كانسل كده. كانسل ترو معناها ان انا بدوس على الكانسل. في تاني واحده وهو الديفولت لي، الديفولت لي ترو، يعني انا لو ما كتبتوش هو الديفولت لي ترو، انا بس حبيت اكتبه عشان افتكره، عشان افتكر اقوله لكم. عندي من ضمن الاتريبيوتس الثانيه ريد اونلي، ان انا اخلي ريد اونلي كده بس، ما ينفعش ريد يعني عرض فقط. وممكن تبقى ديسيبلد برضو غير مفعله، يعني هي ريد اونلي او ديسيبلد، قول في الحالتين غير مفعله. وتحت رحت عملت ايه؟ رحت بعرض الريتنج من خلال تيبل او من خلال دايلوج صغير، فبقول له مثلا عملت ريت لكده، اقول له سبميت يعرض لي الداتا بالمنظر ده، وانا بقفل الدايلوج وخلاص على كده. طيب، في مشاكل في الريتنج يا شباب؟ لا تمام الحمد لله. طيب، اخر حاجتين هناخدهم هو الاتي. الاتي عباره عن
ان انا ممكن اعمل سيلكت بليون بتن من خلال البرايم فيسز، وعمل عامله له الليبل يس والليبل اون نو، وهي ك وبرده سيلكت 1 مليون، نفس القصه بالظبط. ازاي اخلي يكون عندي الصفحه بالمنظر ده؟ يعني اقول له نو او اقول له يس، اون واوف اون واوف، وبقول له سبميت، فبيقول لي الداتا عباره عن ايه. هي ازاي اعمل سيلكت 1 مليو سوري سيلكت بليون باتن من خلال البرايم فيسز؟ بعملها بالطريقه دي، بقول له بي سيلكت بليون باتن، تمام. الفاليو بوديها الفورم دينا هنشوفها دلوقتي، بقول له في الاول ليبل وهو انا بدوس يس اكتب لي عليها يس، وفي الاوف ليبل اكتب لي عليها نو. في الناحيه الثانيه سيلكت بليون باتن حاجه زيها بالظبط، بس جواها اجكس عشان يرملي على اجكس يعني، بقول له برضه نفس القصه يس ونو، وعطياله منظر واوف ايكون، عطياله كمان اتنين اوف ايكون، يعني هنا فوق مفيش، هنا مفيش الزرار ده، مفيش الرسمه، عندي صح ولا غلط، عندي نو يس بس، هنا عطياله اوف ايكون واون ايكون، اوكي؟ بس طب عاوزين نشوف الفورم بين دي شكلها عامل ازاي. الفورم بين فيها ستر وجيتر، وبقول له في مسج اسمها اد مسج عامله سترنجايه اسمها سمري، بقول له فاليو 2 دي لو هي تشيكد او تشيكد. لو بترو رجع لي تشيكد، لو بفولس رجع لي ان تشيكد، وببعت المسج دي لمين؟ بنفس الطريقه زي المره اللي فاتت. يعني انا لو ضغط هيبعتها من خلال ايه؟ اللي هي فورم بين دوت فاليو. لو انا ضغطت نو ولا ضغطت يس يقول لي تشيكد ولا ان تشيكد بالمنظر ده، اوكي. وده من خلال الليسنر دي اجكس، ده شغل اجكس. اخر واحده هي سيلكت بليون تشيك بوكس، وهي نفس القصه بالظبط بس تشيك بوكس، نفس الحوار بس لو دوست هنا يقول لي تشيكد ولا انا تشيكد، ولو دوست هنا اون واوف. طيب هي معموله ازاي؟ سيلكت تشيك بوكس بالمنظر ده، عملت سيلكت بليون تشيك بوكس، تمام. والفاليو بالنسبه للاجكس قلت له بي اجكس وابديت، بيروح على الاد مسج. في حاله ان انا عملت له تشيك ده بيعرض لي تشيك ده، في حاله ان انا قلت له مش تشيك ده او بفولس يبقى انا تشيك ده بس، وبيعرض الداتا في ديالوج تحت هنا. بكده بيكون خلصنا كل الحاجات الخاصه بالبرايم فيسز، مش كل الحاجات، كل الحاجات اللي انا اخترتها عشان ندرسها في البرايم فيسز. الناس اللي عايزه تدرس اكتر وتتعمق اكتر، قلنا المره اللي فاتت ان في شو كيسز على البرايم فيسز على الموقع ده، فهتتعمق من خلاله وتتعرف على حاجات اكتر وتعمل افكار جديده. الموقع فيه الاكواد جاهزه وبترن، بس سعادتك بس محتاج تاخدها وتجربها وتفهم الماده ماشيه ازاي. ماشي يا استاذ مايكل، ثواني بس. الناس اللي عايزه تعلي من مستوى التدريب عندها الكتاب اللي اسمه كور جافا سيرفر فيسز، عندها الكور سيرفلت، هو عباره عن موقع عليه الاكواد، عليه مجموعه من الاكواد بتعرض نفس الاكواد دي بس بفكر مختلف. يعني ده الشو كيسز عارضها بفكره، والكور سيرفلت عارضها بفكر تاني بطريقه مختلفه. يمكن الكورس ما بيديش اتاحه ان انت تعرض كل الحاجات بشكل كبير، بس على قدر الامكان حاولنا ان احنا نعمل دورة عن الجافا سيرفر فيسز. بتمنى انها تكون حازت اعجابكم، وبتمنى الناس اللي ما كانتش عاملة سيرفي، في سيرفي على المنتدى تدخل وتعمله، بتمنى الناس تكون استفادت، وبتمنى الناس اللي لسه جديدة زي استاذ مايكل زي استاذ احمد بوريك، او اللي لسه ما تابعوش معانا، او اللي بيسمعونا عندهم استعداد يعملوا بروجكت ممكن يعملوه ويسلموه. وان شاء الله ادارة المعهد وعدت ان الناس اللي هتسلم بروجكت هتكون تاخد شهادة ان شاء الله حتى لو ما حضروش، يعني ده حاجة جديدة وحاجة كويسة منهم.
بالنسبة للتصور عن البروجكت، أنا عارفة التصور لبعض الناس، عشان الناس كانت بتقول عاوزة يعني شكل التصور ده إيه، مش عاوزة أكتر من إن أنت تقول لي أنا هعمل مشروع كذا شكله كذا، الصفحات فيه 1 2 3، كل صفحة بتعمل إيه. إحنا مش بنعقد الناس، عاوزين مشروع بسيط، عاوزين مشروع سهل، عاوز الناس تاخد أقصى حاجة ممكن تكون فهمتها من الكورس، أقصى حاجة ممكن تكون قدرت تستفيدها حتى من خلال الدراسة الخارجية، يمكن الكورس فتح لها الموضوع. إن شاء الله الثلاث الجاي هيكون آخر ميعاد لتسليم التصور لكل الناس، الناس اللي عايزة تقدم مشاريع. لو جالي تصورات هيبقى في محاضرة يوم الأربعاء الساعة 5 زي دلوقتي، لو ما جاش يبقى دي النهاردة آخر محاضرة، وبشكركم على كده. لو الناس عملت مشاريع والناس بعتت لي تصورات، إن شاء الله هيكون في تسليم للمشروع 30/8/2013، ويمكن انا عاملاه مده طويله عشان في شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فالناس هتبقى يعني مضغوطه والجو حر وطبعا باقي الحاجات اللي بتحصل، فقلنا نخلي الناس يبقى عندها فرصه ان هي تعمل بروجكت براحتها. بالنسبه للكورس، انا طبعا بشكر كل الناس اللي في الاكاديميه، وخاصه صاحب الأكاديمية والمسؤول عنها، صاحب الفكرة، بشكر كل الدعم، بشكر كل الناس اللي كل النهار تبعت اللينكات وبتحضر ترفع الماتيريال وبتعمل التسجيل، ناس جنود مجندة يعني. إن أنا زعلانة منهم بس هم الطلبة، الحقيقة الناس كلها بتتعب والطلبة مش بتلخ، ده للأسف يعني بجد يعني مجهود، الناس طول النهار قاعدة تشتغل، الدعم بيشتغل، كل الناس بتشتغل، والطلبة شكرا على كده، حتى مش بيقدروا يعملوها. ما اعرفش بقى اذا كانوا، هل الناس، هل يعني انا واحدة من الناس، هل مش قادرة اوصل المعلومة لدرجة انك تعمل تاسك، فمش عارفة الصراحة. عموما انا اتبسطت جدا معاكم في الاكاديمية، يا ربنا ييسر يا رب ويقدر نعمل حاجة تاني معاكم. بس انا كده خلصت. استاذ مايكل عندك سؤال، او ممكن تبعتهولي على الايميل. بالنسبه للايميل والكتب، انا هرفع لكم ان شاء الله كل الحاجات، كل على المنتدى، ويا ريت تدخلوا تعملوا سيرفي الناس اللي ما عملتش سيرفي. ده الايميل الناس اللي هتبعت عليه تصور، في المنتدى وفي الجروب بتاع الاي اي، الجروب بتاع الكورس اللي فات، يا ريت الناس تتابع عليه عشان بننزل عليه حاجات برضو خاصه بالجافا سيرفر فيسز وبعض الكتب. انا خلصت، فيا ريت اللي عنده سؤال. رابط الكورس. يا شكرا يا استاذ شهاب. حد عنده سؤال قبل ما امشي؟ في اسئله يا شباب ولا خلاص كده؟ استاذ مايكل كنت بتقول هسال سؤال خارج الكورس، اتفضل. تاخد كورس، كورس ايه؟ دي ولا بر. اوكي، ايه المشكلة؟ خده. انت بتسألني انا محتاج اخد كورس جي ديفولبر، ده السؤال يعني؟ معلش انا يعني فصلت، مش عارف مركز، يكون كويس، مش عارف مركز. لا انا الحقيقة مش عارفة برضه. لا مش عارفة، بس انت لو، لا لا، لو حضرتك تتابع مع الدارين ممكن تلاقي حد يعني. خلاص قصة الكورس يعني، صدقني والله في ناس كتير بتوعي من الشغل زي الدارين كده، شغلهم كويس جدا، وتقدر على اليوتيوب تتعلم افضل من مراكز ذراء الشخصي يعني. ماشي ماشي يا استاذ مايكل، انا الحقيقة مش عارفة مركز. اوكي طيب، انا بشكركم يا جماعه، بستاذنكم، وان شاء الله نتقابل على خير لو كان في نصيب يوم الاربعاء، لو ما كانش يبقى شكرا شكرا والسلام عليكم.